ألف مبروك للنادي الأهلي بعد سيطرة واستحواذ ورغم الغيابات، الأهلي واصل التربع على قمة الدوري الممتاز ويحقق الفوز رقم 17. لا جديد قبل الكورونا وبعد الكورونا، الأهلي ملك الانتصارات في بطولة الدوري، هدفين ولا أروع ولا أجمل. الهدف الأول من تمريرة من أيمن أشرف في العمق للقناص الجديد محمد هاني الظهير الأيمن، والهدف الثاني من رائعة لعلي معلول. الأهلي يحرز هدفين غاليين ويبتسم وجماهيره تبتسم. كابتن علاء، شفت ازاي الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ فرق حاجتين كانوا واضحين قوي، وكان فيها يعني كل استوديو اتكلم في حاجتين قبل المباراه، اتكلمنا في الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه كلها مش الاهلي والام بي بس. واللي احنا اتكلمنا فيه الحمد لله ايمن ان هو الشوط الثاني بدا يبان بان ان المجهود البدني اللي بذلوه لعيبه ام بي على فكره، وكل الشكر اليوم طول المباراه بذلوا مجهود جامد جدا جدا جدا. بس هو بيلعب فريق ما بيدورش غير على مكسب، فريق على طول بيهاجم على طول بيهاجم، دايما فريق بيدافع هو بيبذل مجهود كبير جدا وبتظهر اخطاء وبتظهر اخطاء بس مش وقتها بعد مرور الوقت. أيوة. وده اللي حصل في الشوط الثاني. يعني لو جبت الشوط الاول كده ملخصه كله مفيش فرص كتير، الفرصه أيوة. الوحيده الاقرب فرصه كانت فرصه ايمن اشرف اللي جت كانت ضربه كنيه تقريبا وعملها بدماغه جنب القائم جنب العين. لكن غير كده الشوط الاول لا، كابتن حلمي موقف لعيبه كويس قوي، قافلين كل المفاتيح اللي هم سبب المكسب في الشوط الثاني. يعني احنا دايما كنا بنتكلم على هاني وعلي معلول. أيوة. هاني احرز هدف تحفه جميل جدا طبعا، واللي عامل هدف كمان ايمن اشرف. صحيح. يعني واتكلمنا برضو على ميزه ان عندك اربعه بيعرفوا يلعبوا كوره مش الاطراف بس، الاربعه اللي ورا. أيوة. يعني محمود متولي كان دايما بيهاجم في الشوط الاول بيفتح لك مساحات، ان الفريق بيدافع يعني بيلعب 4-1-4-1 مقفل كل مساحات يا ايمن. لازم الحل الوحيد القادمون من الخلف، القادم من الخلف يا اما جايب الكوره او من غير كوره. أيوة. يعني الهدف بتاع هاني مثال للقادمون من الخلف. صح. حلوه جدا الكوره، كره مرتده كلها كل يبص على العمق، لكن اختراق من هاني. مزبوط. التمرير حلو قوي من ايمن اشرف. كان في الراجل ناحيه الشمال مغطي الاوفسايد، لكن هاني اتصرف فيها بصراحه يعني مهاجم ولا احسن مهاجم. صحيح. مش مهاجم يعني. صحيح. في مهاجمين كتير قوي لما تيجي كوره زي كده بيفكر يعمل عرض على طول. لكن بالزبط. هاني واضح ان هو شاف حارس المرمى. بالظبط. شاف حارس المرمى وخد القرار. يعني لازم الاول قبل ما اتكلم على العرض لازم ندي لحارس مرمى امبي كل التحيه النهارده. هو بس الهدف بس في الهدف اللي جه فيه لسه بقول لك الهدف الثاني بس هو غلطه، لكن هو طول المباراه عامل مباراه رائعه، شايل انفرادين صعب جدا واحده من مجدي. اتفضل. طب الجول بتاع محمد هاني في الخطوتين اللي هو خدهم دول، خد خطوه زياده شويه. لكن هو ما كانش متخيل ان هاني ممكن يفكر التفكير ده، عشان كده ما لحقش يرجع يلحق. بص يعني هو بص خد خطوه، بص لما حاول تاني كان هاني في منتهى الذكاء. يعني اصل هاني دي عايزه لمسه يعني خفيفه جدا. صحيح. يمكن احرفنا يمكن هاني العجيزي يحس بدي، لان هو حته دي بتاعت فرويد. لا بتاعت فرويد بتاعت فرويد. انا بقول احرفنا. انت كنت قناص كويس يعني. عايزه فرويد عنده حساسيه عاليه جدا يا ايمن. صحيح. ان هو يلعب الكوره بالدقه دي طبعا بالمكان ده، وهاني حتى وضعه التشريحي مش يعني مش أيوه. مش ده بالجنب. أيوه. لكن طبعا يحسب لهاني حته التقدم وحته الهدف اللي فرق في الشوط الثاني كله في النادي الاهلي. حاجه واحده حصلت ممكن المستشفى اللي هو اتكلم فيها، ان كل اللعب النادي الاهلي بقى مش من اللي متشاف او مش من اللي شايف. أيوه. بقى الناس كلها اللي جايه من ورا، كل الانفرادات اللي النادي الاهلي يعني 1 2 مع مجدي محمد مجدي مع عمرو السلال انفراد. أيوه. نفس الكلام برضه، جايين قدمهم من الخلف، والراجل راس حربه او راجل مهاجم بيرجع بيسيب الكوره. يعني بص. صحيح. بص الشكل ده تقفيل طبعا من امبي. بص بقى كل بص على الكوره. لكن انت حلك الوحيد وحلك السحر في الشوط الثاني القادمون من الخلف اللي على الاطراف. يعني محمد هاني صح في المساحه الفاضيه. المساحه الفاضيه لان لعيبه امبي بيقفلوا. لكن بص الغلطه الوحيده اللي عملوها لعيبه امبي، ودي بتحصل على فكره في الناس دايما اللي بتدافع، ان دايما عينيهم على الكوره وفي زحمه، لكن دايما يا ايمن بص. صحيح. بص لا ده ارتداد الكوره يعني اللي عمل الكروس ده هاني. ايوه. وهاني هو اللي احرز الهدف. انت فاهمني؟ أيوة. يعني الهجمه مكتمله ماشيه كويس قوي، دايما الكره الثانيه عليها عامل كبير قوي، دايما. صحيح. الكره الثانيه قول يا هاني. بس موقع الباك ليفت ده مش عارف ده باك ليفت ولا ايه، بس باك ليفت بس هو جه متاخر يا هاني. بس متاخر قوي متاخر قوي. ايوه عشان هو كان مكمل مع محمد. خلي بالك في الشوط الاول
ايمن اشرف عمل واحده زيها لقفشه بس قفشه كان سابق بخطوه. خلي الصوره دي والنبي ممكن نخلي الصوره دي فيها شويه. ثانيه واحده انا اوريك صوره هاني. انا عايز ممكن تاني. ممكن نرجع ليها مره ثانيه. عايز اخر 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 لقطه بس ثاني وهو هاني بي 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 بيحرز الهدف. هوريك بس هاني التعب الكتير اول حصل على لعيبه ايه. بس قبل ما تيجي اللقطه تيجي تاني يعني. الكابتن عادل انت تطول بنفس الاسلوب اللي جه بيه ان هي الكره اتكررت. كره اتكررت في الشوط الاول اللي حضرتك لسه عليها كره قفشه اللي اتعملت برده طول من ايمن اشرف. في كره برده اتكررت تاني شوط اتكررت شوط تاني كذا مره. وكويس ان اللعيبه يعني اخر يعني اخذت بالها من ده. والاهم من ده ان ممكن حد من جوه الملعب او من بره الملعب ينوه لده ان انت المباراه اتلعبت في 30 متر والدنيا كانت مقفوله جدا وكل الكور اللي اتلعبت في مساحات خلف مدافعي امبي كان فيها مشاكل. حضرتك الحالتين اللي احنا كنا بنتكلم فيهم دلوقتي كوره هاني والجول وكوره هاني اللي قبلها برده اللي عملها كروس وما كانش في تكمله عكسيه انفراد مجدي وانفراد مجدي وانفراد مجدي وانفراد والكره الاولانيه بتاعت مجدي يعني ما اعرفش ايه حالتها اوف سايد او لا الشوط الاولاني. بص بس من بعد الهدف بص بص اللي من رقم 32 عمل ازاي هاني. بص مش خلاص بدنيا انا بتكلم على الحته البدنيه وتقريبا انا كابتن علي كان في واحده قبلها برده كان عامل برده قطعه واحده مع هاني. انا بص انا في واحده شكرا يا بيبو. بص 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 انا بس اوريك مدى المجهود البدني اللي بوزل. بص بعد الهدف بص بص رقم 32 بص خلاص بدنيا انتهى. عايز اتكلم عايز اتكلم في اللقطه دي يا كابتن عادل على فرحه محمد هاني. مش هي الفرحه بتاعت لا هو هاني هاني يعني هاني هاني دلوقتي مطلوب منه كتير وممكن يكون الناس مستنيه منه حاجات اكتر من اللي كانت موجوده قبل كده بحكم ان هو دلوقتي هو فتحي مش هيبقى موجود فهو هيبقى رقم واحد. فمحتاجه منه تشوف اللي نهى بيه فتحي. فدي دي نقطه مهمه جدا وهاني عليه عبء كبير جدا. هاني لعيب كويس ولعيب محترم وامكانياته كويسه ومحتاج ان هو الفتره الجايه يبقى فيه اداء مختلف عن الفتره اللي فاتت في الحميه شويه. فكان هو فنيا انا شايف ان هاني فنان لعيب عالي جدا وكورته كويسه جدا ولكن هو خلاص هاني قبل كده ما كانش رقم واحد. دلوقتي رقم واحد ليه مواصفات برده مختلفه. هيفضل طول الوقت شايل ماتشات وشايل هيلعب ماتشات ورا بعض متتاليه فمحتاج ان هو والناس مستنيه تشوف ده. الناس مستنيه تشوف هاني اللي هيلعب ماتشات مش هاني الصغير الناشئ اللي هو احنا كل شويه نقول هاني لسه. أيوة. لا خلاص بقى انت دلوقتي جيت في مرحله كويسه. انت لعيب منتخب مصر لعيب دولي وهو امكانياته كويسه. هاني امكانياته انا شايف من احسن الباكات دلوقتي اللي موجوده في مصر ولكن الناس مستنيه حته زياده. بس هو ممكن يكون بيتاثر شويه بنقد كل الناس بتاثر هي يعني بنسب ولكن كل الناس بتاثر وده طبيعي. خلي بالك يعني ممكن الناس مستنيه حاجه مستنيه احسن حاجه فشويه ممكن تنتقدك يعني ممكن بتكون انت بتادي كويس جدا بس في حته ناقصه فالناس بتنتقدك او الناس بتحاول يعني تدفعك شويه لانك تاخد منك احسن حاجه وده خد بالك ممكن بيأثر على لعيبه بشكل عكسي وبيأثر بشكل ايجابي. الشكل الايجابي اللي هو ظهر النهارده يعني هاني النهارده بيسجل واعتقد الهدف ده هيبقى هيديه دفعه اللي جاي انه كمان يبقى انا موجود انا بسجل زي ما قبل كده كان فتحي كان بيسجل ماتشات وكان بيكسب الاهلي في ماتشات ده برده مطلوب من هاني. فانا شايف ان هو لعيب هاني لعيب كبير ولعيب مؤثر جدا في الفرقه ومع الوقت هيأداءه هيختلف. انا وجهه نظري ان هو لما ياخد ماتشات كتير ورا بعض كاساسي غير قبل كده هيتقل في الكوره هيتقل جدا طبعاً. وهو كمان كورته كويسه يعني هاني حتى كمان فنيا هاني عالي فنيا محتاج ثقه شويه بالنفس ولكن هتيجي ان شاء الله مع المباريات. هنروح دلوقتي لمراسلنا كريم احمد ملعب المباراه والكابتن سامي امس. بجد تحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي طبعا وكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. فوز اكيد مهم زي ما اكدنا وقلنا الانطلاقه الاولى كنا نتمنى يكون فيها فوز للنادي الاهلي طبعا لان الفتره اللي فاتت يعني ظروف استثنائيه وبعد كتير جدا على المباريات لكن كل الكلام ده طبعا هنتكلم مع كابتن سامي امصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي. يعني اكيد النهارده ثلاث نقاط هي الاهم. اللعيب النهارده ادت مع الظروف الكبيره وبعدين على المباريات مباراتين وديتين لكن بشكل عام النهارده بشوف الاداء ازاي مستر فايلر كمان النهارده اتكلم مع اللعيبه ازاي بعد الفوز وقبل الفوز كمان يا كابتن. طبعا في الاول تحياتي طبعا للكابتن ايمن وضيوفه طبعا. زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا وبدايات مهمه جدا اللي انت تحقق فيها اهداف كتيره وده اللي انت بتسعى له. يعني اهم حاجه طبعا ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا ان انت توصل تدريجيا للحاله البدنيه للفرقه الحاله الذهنيه اللعيبه تاخد ثقه خصوصا ان انت بقى لنا فتره كبيره جدا اول مره تحصل يعني ان انت يبقى في غياب فتره كبيره جدا يعني فطبيعي ان يبقى دي الحاله كده يعني خصوصا كمان ان انت بتلعب مع مدرب عنده خبرات كبيره في الدوري الممتاز بيقدر يقفل كويس يقدر يدير
بيضيق المساحات كويس، ممكن ده اللي الراجل اتكلم عليه دوت، ان احنا كنا عاوزين نبقى اللعبه اسرع، عايزين يبقى عندنا حلول في الثلث الاخير. الحمد لله اللعيبه ممكن يكون اتاخرت شويه، لكن الحمد لله ان احنا رجعنا ونرجع بهدفين. اعتقد ان دي حاجه ايجابيه ان شاء الله تكون بدايه كويسه لينا ودفعه كويسه لينا ان شاء الله للاستمراريه ان شاء الله. الايجابيات هي رغبه اللعيبه، اللعيبه عندها رغبه ان هي تحرز اهداف وعايزه تنهي المباراه، وده كان واضح جدا. يمكن يعني نادي الرون اصلجت معانا كده شويه بلغه الكوره، لكن الاصرار الكبير، مكاسب كبيره النهارده. حمدي فتحي، محمد هاني كمان بيحرز هدف اكثر من رائع. حمدي فتحي ما لعبش من الفتره اللي فاتت، لكن السلام ان شاء الله يعني نقدر نقول تركيزه كبير جدا، وده اللي واضح في الملعب. كابتن حمدي طبعا من اللعيبه المميزه جدا اللي موجوده في النادي، هو كل اللعيبه اللي موجوده يعني زي ما انت قلت مكسب كبير لينا، وان شاء الله اضافه كبيره لينا تساعدنا في المباراه الجايه وخصوصا في مباراه افريقيا. حته اللي انت بتقول يعني التهديف والكلام ده، دي حاجه طبيعيه يعني، اللي انت بعيد فترة كبيرة جدا عن المنافسات، فحس الحس التهديفي ممكن بيبقى اقل شوية، لكن ان شاء الله مع المباريات. ويمكن الراجل اتكلم في النقطة دي، احنا دايما نسعى ان احنا نجيب كذا هدف يعني، ودي من الحاجات اللي موجودة دايما في النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي دايما عاوز يكسب، وعاوز يكسب بسكور اكتر، وعاوز يبقى على طول جد. فاعتقد الحمد لله ان اللعيبة دي بداية، وان شاء الله احنا متوقعين ان شاء الله الاداء يبقى احسن في الفترات الجاية، وان شاء الله يكون في استمرارية ان شاء الله الاداء الجاي. كل الشكر تقديم طبعا للكابتن سامي وصام مدرب الفريق. شفنا الشوط الثاني تحول في اداء النادي الاهلي، وشفنا اختراقات من العمق، اختراقات من الاطراف. هل التغييرات اللي اتعملت الشوط الثاني كانت سبب من ضمن الاسباب؟ طبعا ما عايز اقول حاجه، بس الاول مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، يعني فوز مهم جدا بعد خمس شهور كورونا والكلام ده. ف انا شايف النهارده يعني النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراه. الثلاثه بونت اهم حاجه طبعا النهارده، اللعيبه كلها اهم حاجه، ان اللعيبه كلها خرجت سليمه، ما فيش حد الحمد لله مصاب، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني وتحسب للمعد البدني اللي موجود. اللعيبه كلها النهارده ما حدش اثر في المباراه، اللعيبه كلها ادت على اكمل وجه. النهارده في ناس يعني، انا بالنسبه لي اهم مكاسب المباراه النهارده هي عوده حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده ما شاء الله راجع بقاله فتره كبيره من الاصابه، والحمد لله يعني اطمنا عليه كلنا. النهارده برده مكاسب المباراه طبعا احراز محمد هاني هدف النهارده، دي حاجه برده تتحسب له، واللي عمل الهدف كمان ايمن اشرف دي حاجه كويسه طبعا، وحاجه تتحسب للاثنين. النهارده النادي الاهلي 52 بونت الحمد لله، يعني شايف النهارده الاداء احسن بكتير من الماتشين الوديين. يعني ممكن ما يكونش الاداء قوي شويه، لكن بس ده متوقع. بالظبط اول مباراه بقالك فتره كبيره، وزي ما قلنا المباراه الرسميه تختلف عن المباراه الوديه دي يا كابتن ايمن. التغييرات النهارده زي ما قلنا، حمدي فتحي نزل النهارده ادى بشكل كويس، بادجي ما لحقش ان هو يخش في جو المباراه، لكن هو طبعا لعب كويس ولسه برده محتاج وقت كبير. وليس المان نفس الكلام، ما قدرش برده يعني الوقت ما اسعفوش ان هو يعمل اضافه كبيره. محمود وحيد نفس الكلام برضو، اول مشاركه ليه النهارده مع النادي الاهلي. فمجمل المباراه يعني شايف النهارده النادي الاهلي خد اللي هو عاوزه المباراه، ان هي 3 بونت، وان هو ان شاء الله باذن الله الحته التهديفيه الراجل اكيد لسه هيتكلم فيها مع الفرقه، ان النهارده النادي الاهلي راح كتير وضيع كتير، فدي حاجه ايجابيه برضو تحسب للجهاز الفني وتحسب للعيبه. بس انا شايف ان الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني اللعيبه تبدا تحاول انها تركز، لان تداخل على بطوله افريقيا مش طبعا المباراه هتبقى صعبه، مباراتين ذهاب وعوده، فالموضوع ان انت تضيع ده فهيبقى صعب جدا. فلازم تستغل ولازم تتعود ان انت ازاي ان انت من اقل فرصه ان انت تحاول ان انت تحرز اهداف. لكن طبعا النهارده عايز اقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف، لحد الدقيقه 30 كنا متلخبطين احنا، مش عارفين ايه التحركات اللي قدام. وبعدين بعد الدقيقه 30، بعد بالظبط بعد البريك الصغير اللي هو دقيقه ونص، مستر فايلر عمل تغيير ونقل جيراردو الناحيه الثانيه. بعد كده لقينا شكل النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه اتغير. ده فعلا حصل، ان هو كان بادئ بجونيور اجاييه و مروان محسن اثنين راس حربه. جونيور طبعا بطبيعه الحال ما بيبقاش راس حربه كلاسيك زي مروان. بس بينزل بيتحرك، لكن في النهايه بيطلع ثاني ويتمركز في الراس حربة. عندك كان في ناحية الشمال جيرالدو وناحية اليمين قفشة. وقفشة بطبع الحال برضو لو انت لاحظت ال 30 دقيقة الأولين كان قفشة بيخش يلعب في المكان المفضل ليه اللي هو 10 في قلب الملعب. بالزبط. عشان يستلم. بالزبط. ويبقى حل من الحلول للناس اللي هي لعيبة وسط الملعب. اللي عايز أقوله ان بعد البريك ده المنظر كمان اتحسن، بدأ النادي الأهلي
يعني يروح اكتر للمرمى بتاع ام بي، بدا كمان يبقى فيه انسيابيه في الاداء. صح. لما جيرالدو راح ناحيه اليمين وجي جونيور اجي ناحيه الشمال. مزبوط. النقطه اللي لازم ناكدها ونبقى عارفينها ومتاكدين منها، واحنا قلنا ان ممكن مباراه الدوري يبقى فيه تجارب وفيه يعني تركيبات معينه تمشي ما تمشيش، لكن جيرالدو ناحيه الشمال مع علي معلول ده ثنائي مش هيركب قوي. جيرالدو ناحيه اليمين بيبقى عنده انسيابيه اكتر وبيبقى عنده حلول وعنده كمان رجله الشمال بيبدا يخش على جوه فيبدا يعمل اسيست او يشوط وممكن بيفتح لمحمد هاني ان يتقدم. دي بدات تتظبط لما قفشه بدا يخش مكانه، جونيور اجير راح ناحيه الشمال وبدانا نلعب 4-2-3-1. بدا الاداء يعني يتحسن وبدانا نروح لمرمى ام بي بكثافه اعلى. اللي عايز اقوله كمان ان انا بحيي بقى فايلر في الحته دي، يعني انا كمدير فني ما لقيتش 30 دقيقه في الاول التركيبه بتاعتي مش ماشيه يبقى انا بغير بقى طبعا مش لا هو ممكن ما يبقاش مصمم، في ممكن مصمم وفي ممكن مش واخد باله يعني مش 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 قاري، لا هو واضح انه قاري بدليل انه بعد 30 دقيقه لقى في حاجه مش مظبوطه ومش ماشيه فراح مغير ورجع او مش اشتغل بالطريقه اللي هو اللعيبه تكون مستريحه فيها. جونيور مع علي معلول طريقه لعب ام بي ولا هو عايز يغير بحاجه جديده؟ هو النادي الاهلي يا كابتن يعني انا في تصوري بنسبه 99% هو النادي الاهلي بيفرض طريقته، يعني ام بي هو اللي هيلعب على طريقته. انا مش بتكلم لكن انت بتفرض، انا بتكلم على بدايه التغيير. بدايه هو غير في شكل اللعيبه عشان ام بي متوقع انه هيلعب بالطريقه دي ولا لا هو لا التركيبه بتاعته مش ماشيه جونيور مش بعد ما غير يوسف. بدايه النادي الاهلي كان بدايه مش زي بدا دايما صح؟ ده ما تغطيش على الوقت. هل هو بدا كده بيفكر يلعب بالطريقه دي ولا عشان النهارده ام بي وعارف الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها كابتن حلمي؟ ممكن يكون عايز يلعب براسين حربه يقول لك انا مثلا العب على ام بي راس حربه العب على ام بي براسين حربه اللي هو جونيور على اساس جونيور جونيور متحرك وبيقدر يلعب براس حربه ويبدا يسقط لو راس حربه اساسي يعني يعمل زي 9 و10 الفكره بيلعب 9 و10 والفكره دي عملها في ماتشين والدين. لو رجعنا لماتشين والدين هتلاقي ان الفكره دي عملها كتير في الماتشين. مظبوط ان لعب شويه بادجي وكهربا لعب بادجي وكهربا ومجدي شويه يعني كان يعني اعتقد هو ممكن يكون بيفكر يبني حاجه على بس انا اللي عاجبني بقى ايه انه لما لقاها مش ماشيه ومش بيوصل فراح مغير ورجع الفرقه تاني للطبيعه بتاعتها وبالتالي اتعكس التغييره دي على اداء اللعيبه بدا يوصل. كابتن محمد نروح للمؤتمر الصحفي. طيب اتفضل. طبعا الكل في البدايه كل سعيد ان احنا رجعنا نلعب كره تاني بعد فتره توقف حوالي 5 شهور. لعبنا قدام خصم بيلعب كره دفاعيه واحنا عارفين بيلعب كره دفاعيه وكان صعب جدا ان احنا ندخل في مباراه والماتش اتفتح بالنسبه لنا اول ما احرزنا هدف. بعد ما احرزنا الهدف الاول في الماتش بقى سهل والامور سهلت بالنسبه لنا وعرفنا نكسب المباراه. اسئله؟ اتفضل. مستر فايلر مرحبا بحضرتك وكل حضرتك مبروك على الفوز النهارده. على البطوله ان انا بعد فتره غياب اكتر من 151 يوم اكون قادر ان انا احقق الفوز على فريق زي ما حضرتك قلت عميد زي فريق ام بي. ايضا من النقاط المهمه ان النادي الاهلي النهارده غير طريقه اللعب في اكتر من مره وختم اللقاء شفنا 4 مهاجمين كان بيهاجم بهم مستر فايلر. التبديله المهمه جدا في اللقاء اللي مستر فايلر اتكلمنا عنه تبديله حمدي فتحي اعتقد ان هي كانت من النقاط المؤثره في اللقاء. Félicitations tout d'abord de gagner après 151 jours de repos. Vous avez réussi, on a vu, vous avez fait un grand match, on a surtout vos avis sur le système de jeu et le remplacement que vous avez fait de Hamdi Fatri qui a changé complètement le jeu que nous a donné la victoire. Parlez-nous de ce remplacement que vous avez fait. Pour moi, c'était d'abord tout important que Hamdi Fatri a rejoué parce qu'il était quand même longtemps blessé. C'est un très bon joueur. Je suis très content pour lui-même d'Aporto qu'il a maintenant enfin rejoué. Mais je ne peux pas vous confirmer que le jeu a totalement changé quand il est rentré. Moi, je pense aussi avant son entrée, on a dominé le jeu. Ce n'était pas si facile au début, c'est clair. L'adversaire il va tout essayer pour ne pas encaisser un but. Mais moi, je dois dire que je suis content avec toute l'équipe.
السؤال كان احنا طبعا سعداء شفنا اللاعب بعد 151 يوم من تفاصيل التوقف ولعبت بطريقه يعني مختلفه، وشفنا التغييره بتاعت حمدي فتحي غيرت شكل الماتش وتسببت في الفوز. اتكلمنا عن التغييره دي، فبيرد بيقول اول حاجه انا طبعا سعيد ان احنا رجعنا نلعب تاني، بس طبعا حمدي فتحي لعيب مهم بالنسبه لي وبقاله فتره غايب بسبب الاصابه، وانا كان مهم بالنسبه لي ان هو يلعب ان هو يشارك، وطبعا كان مشاركته كانت فعاله بالنسبه لنا وكان ليه دور مؤثر. بس اعتقد ان هو حتى قبل ما ينزل احنا كنا متسيدين اللقاء واهدرنا فرص، مش معنى احنا ما سجلناش ان احنا كنا بعيد عن المباراه، احنا كنا جوه المباراه. هو المصطفى لما حمدي فتحي نزل احنا سجلنا وتقدمنا في النتيجه، بس احنا اول ماتش احنا يعني راكبين الجيم وفنيا، واعتقد الفريق التاني ملوش فرص خالص. اتفضل. سيتعامل مستر فايلر مع غياب رمضان صبحي بعد رحيله عن النادي الاهلي واصابه حسين الشحات في ظل استعداد الفريق لبطوله افريقيا، خاصه ان كهربا مش هيلعب في الدوري. Vous avez préparé pour les deux ailiers, surtout après la disparition de Ramadan qui va partir et la blessure d'Hassan Shahri. Et surtout, vous avez préparé de travailler sur les deux ailiers et préparer les Coupes d'Afrique que vous avez jouées. Et quoi, et surtout avec la suspension de Karabakh au championnat qui ne va pas jouer. Vous me connaissez maintenant, hein, je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas là. Hein, je parle tout le temps des joueurs qui sont là. Je ne peux pas vous confirmer que Zobi va nous quitter, ça je ne sais pas. Peut-être il va nous quitter, mais je parle tout le temps des joueurs qui sont là. Parce que ça, c'est la seule chose qui compte pour moi. السؤال بالنسبه لغياب رمضان صبحي وغياب حسين الشحات عشان العمليه اللي عاملها والكهرباء ما بيلعبش في الدوري، ازاي هتقدر تعد ماتشات بطوله افريقيا؟ الاجابه بنقول تاني، انتوا عارفين طبعي دلوقتي بقى لي كذا شهر معاكم، انا ببص دايما اللعيبه اللي عندي، ما ببصش اللعيبه اللي غايبه، دايما بحضر نفسي من خلال المعطيات اللي عندي، ما ببصش ايه اللي غايب عندي، فانا هشتغل مع اللعيبه الموجوده. ايه رايك في كلام مستر فايلر؟ يعني كلام واقعي جدا، راجل بيتكلم بمنتهى واقعيه، ودايما واضح ان مستر فايلر حتى الاسئله بيحب اللي يساله على المباراه نفسها، ودي طبعا صح حاجه، مؤتمر صحفي على مباراه اللي حصل الحدث بتاع النهارده. ايوه مش حدث فات ولا حدث جاي، يعني اتكلمنا عن المباراه. صحيح الاسئله اللي بيها بعيد عن المباراه، بعيد عن اللعيبه، مش موجوده في المباراه دي، تبقى بعيد في وقت تاني، لكن في المباراه لا. لكن واضح ان هو حتى واضح ان وشه في ارتياحيه كويسه قوي. أيوه. مش قلقان المباراه النهارده، لا يعني هو مبسوط منها. انا عن نفسي راضي جدا، كل الرضا عن اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده، وطبعا مش في التوب تمام، لكن بس بعد الفتره الكبيره دي كان متوقع. لا متوقع، ولا متوقع في رضا، لا في اكتر من لعيب ما تحس ان مفيش مشكله. أيوه. يعني كمان مباراه كتير قوي تلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها في المستوى الطبيعي بتاعهم النهارده، مفيش حد النهارده تقول ايه ده النهارده ايه ده كان وحش ده عمل، لا انا شايف النهارده المستوى مقبول جدا جدا، وفي لعيبه كويسه النهارده، مفيش اي مشكله خالص، تحس ان الحمد لله النادي الاهلي فنيا زي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو كلنا، فنيا بتفرق. ايوه حته الاستلام والتسلم دي اللي هي سهله جدا، لكن بتفرق من واحد لواحد، حته المهاره نفسها، حته التمرير نفسه، حته الحركه من غير كوره، انا ممكن اتحرك كتير جدا بس حركه متعبه ليا انا ما فيهاش اي فايده. أيوه. يعني مثلا كره هاني حركه. أيوه. الهدف تحرك نموذجي بهدف. أيوه. التحرك اللي عمله محمد مجدي صحيح. وان تو من هو عمرو السليه مش راس حربه. أيوه. فرصه ضايعه، فواضح ان في رضا مستفر على اللعيبه، وانا شايف ان اللعيبه النهارده ادت اداء اعتقد ان هو مرضي جدا. يعني معانا مراسلنا من ملعب مباراه كريم احمد ومعاه كابتن حمدي فتحي. معانا كريم؟ مش معانا لحد ما يجي لنا كريم. كابتن عادل، ليه تأخر المكسب للشوط الثاني؟ برغم استحواذ النادي الأهلي على الكورة أغلب الشوط الأولاني. لا خلينا نبقى منطقيين في الحكم والكلام ده، احنا اتكلمنا فيه من قبل السيزون ما يبدأ، من قبل العودة من الكورونا يعني. طبيعي إن بعد الفترة دي كلها، بعد فترة حوالي انقطاع أربع شهور وفترة إعداد أربع شهور، ده في رقم كبير يعني، أنت ما تقعدش تلعب أربع شهور ده كتير جدا، وإنك ترجع تعمل فترة إعداد برضو من شهر لشهر ونص برضو رقم ما ينفعش نستهين بيه، وما ينفعش إن إحنا نبقى مستنيين مردود نفس المردود اللي كان موجود قبل كده. يعني النادي الأهلي قبل كده
المكسب وارد، يعني ممكن تسجل بدري، ممكن تسجل في نص الشوط، ممكن تسجل في اخر الشوط، فده طبيعي، مش شرط ان انا المكسب يبقى بدري. استاذنك كابتن عادل معلش، هنروح لكريم ومعاك كابتن حمدي فتحي. بجد التحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انا اكيد طبعا معايا واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، كابتن حمدي فتحي طبعا اللي بنرحب بيه في البدايه. كابتن حمدي فتحي الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت كان في جهد كبير جدا، ويمكن ظروف صعبه جدا وظروف استثنائيه مرت على فريق النادي الاهلي وعلى كابتن حمدي فتحي بالتحديد، لكن من خلالك يا كابتن ايمن هنطمن عليه ونطمن على المباراه ونشوف النتيجه النهارده كانت ايه ظروفها. كابتن حمدي طبعا انا برحب بيك ومبروك النهارده بالنسبه للمباراه، مجهود كبير جدا ومستوى الشخصي. يعني كنت بسال الكابتن سيد، قال لي حمدي فتحي من لعيب الرجاله، يعني ما شاركش في مباراه وديه لكن رجله في الملعب وعنده اصرار وعنده الحته بتاعه النادي الاهلي وهي قيمه النادي الاهلي. حابب تقولي في البدايه كابتن حمدي. بص ربنا يخليك طبعا، وبرحب بيك الاول وبرحب بالكابتن ايمن شوقي والنجوم اللي معاه في الاستوديو. الحمد لله يعني كانت فتره صعبه بس يعني بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه وبشكر الجمهور اللي على طول، يعني بصراحه الفتره اللي فاتت كانوا في ظهري، من مش موضوع كورونا بس، انا بقالي 9 شهور دلوقتي ما شاركتش في ماتشات، فبشكرهم وان شاء الله اكون على الفتره اللي جايه فتره خير يعني، وان شاء الله تكون فتره خير علينا كلنا باذن الله. التزامك واصرارك يا كابتن حمدي في الملعب ويمكن بعدك بشكل كبير جدا بقى عن الصحافه والسوشيال ميديا والمواقع والكلام ده، على ما اعتقد ده ليه تاثير كبير معاك في الملعب. هدفك هو النادي الاهلي والتركيز في النادي الاهلي، الفرصه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط، يعني الواحد في يعني انا متعود على كده ان انا عايز اشتغل في صمت، ان انا ما اطلعش كتير واتكلم كتير. انا من النوع ان انا ما بتكلمش كتير حتى مش في السوشيال ميديا او الاعلام عموما، يعني حتى في حياتي ما بتكلمش كتير، وان شاء الله الفتره اللي جايه نركز كلنا وانا وزمايلي والناس كلها في ظهرنا والجمهور، وان شاء الله نحقق حاجات كتير للنادي الاهلي. يعني شوف المباراه النهارده ازاي بعد فتره كبيره بعيد عن المباريات وبعيد عن اجواء المباريات بشكل عام، بتشوف النهارده الفوز ازاي؟ ثلاث نقاط هم الهدف اكيد بالنسبه لمباراه اليوم يا كابتن. بالظبط، يعني احنا بنلعب فرقه كبيره، فرقه انبي، يعني انت عارف الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه علينا كلنا، واهم حاجه النهارده ان احنا طلعنا بالمكسب، والاداء ان شاء الله الفتره اللي جايه تحسن وان شاء الله خير. الفترة الجاية المباراة اللي جاية على طول تلاحم على طول، مباراة الإنتاج، مباراة أسوان، مباراة الزمالك، لكن بتشوف مباراة الإنتاج الحرب إزاي والتلاحم الكبير ده إزاي؟ والله إحنا خلصنا النهاردة ومن بكرة إن شاء الله هنركز لمباراة الإنتاج، يعني كل الماتشات صعبة أنت عارف، وإحنا واخدينها كأنها ماتشات كؤوس، إن إحنا مش عايزين نخسر ولا ماتش ولا نفقد نقاط يعني. ربنا يخليك، شكرا ليك. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير الكابتن حمدي فتحي، واحد من نجوم فريق النادي الأهلي، أداء مدرب على فريق النادي الاهلي. الهدف اكيد يا كابتن ايمن زي ما احنا عارفين كانت ثلاث نقاط، ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في حصد النقاط والاستمرار على سلسله الانتصارات الكبيره. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا، الف شكر كريم. كابتن عادل كمل مره. فاحنا نبص للمكاسب اللي موجوده دلوقتي، فالطبيعي احنا متفقين ان رجوع كل الفرق، مش الاهلي بس، كل الفرق مش هتديك المردود اللي انت مستنيه. واحنا دلوقتي ما ينفعش نحكم على الاهلي بحكم ان احنا بنتكلم على الاهلي ان هو هيديك 70 او 80% من المردود اللي كان موجود ما قبل الكورونا، ما هو كان وصل لتوب يعني التوب فورم بتاعت معظم اللعيبه. فده طبيعي دلوقتي انك الاداء الفني مش هيبقى احسن حاجه، والنهارده انا شايف المباراه فنيا مش اعلى حاجه، ولكن مكاسبها ايه؟ مكاسب المباراه ان اول حاجه انك طلعت من غير اصابات، ودي حاجه مهمه جدا طبعا. طلعت بنتيجه اللقاء، ودي حاجه اهم، ان انت في الاول وفي الاخر الاداء دلوقتي مش عايز ابص للاداء، انا عايز ابص ان انا الماتشات اللي جايه دي اخدها في اتجاهين، اتجاه تدريبي اللي هو تعاقب المباريات وتوالي المباريات، فبالتالي ان انت بدنيا هتعلى مع الوقت مزبوط. وتروح لماتشات الدوري بشكل احسن مع مكسب، فالمكسب انك بتلاقي مكسب مع متوازي مع ان انت بتعمل تبني بدني كويس للفرقه، فدي حاجه مهمه جدا، وبتحضر نفسك للاهم لبطوله افريقيا، ودي حاجه مهمه جدا، والتدريج احسن. يعني انا مش هفرح النهارده لو الاهلي ادى اداء عالي جدا وطلع عندي اثنين مصابين، لا طبعًا. انا النهارده ما اديش ممكن ادي 40 او 50% من مستواي، الماتش المباراه اللي جايه هتزيد اكتر 10%، ولكن طالما انت محافظ على قوام الفرقه ومفيش اصابات دي اهم نقطه. النقطه الثانيه ان في مكاسب كتير، في مكاسب عوده اللعيبه اللي كانت مصابه، يعني حمدي كان مصاب ما قبل الكورونا كمان، يعني حمدي مش اكتر من 100 يوم، مش عشان الكورونا بس، بالظبط مش عشان الكورونا بس، حمدي كان مصاب، كان راجع من عمليه ما قبل الكورونا كمان، يعني ده برضه من المكاسب. مظبوط، المكاسب اللي موجوده عندك انك قدرت تستغل كذا حاجه، تستغل معظم اللعيبه اللي كانت بقى فتره ممكن ما بتشاركش، ايمن النهارده دخل وادى بشكل كويس، ديانجو وسوريا محافظين على نفسهم، لكن انا عايز اتكلم بس في نقطه، ومحمود وحيد كمان برضو شارك، وبادجي مع الوقت هيدخل مع الفرقه، واعتقد محتاج صبر شويه، ما ينفعش ان انا احكم عليه، ولكن في نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها، ان اللي جاي وانا بغير كتير
في الفرقه بغير الاحسن ان انا اغير وانا ثابت في ثبات في التشكيل وفي لعبتي في التوب فورم. لو انا بغير في طريقتي او بغير اشخاص في وانا في التوب فورم بيديني مردود احسن من ان انا اغير وانا لسه ببدا. ما ينفعش يعني انا وانا شغال في اتجاهين ما ينفعش ان انا اشتغل في اتجاه واغير في نفس الوقت اتجاه من البدايه. انا ببدا من اول وجديد وبغير. فانا يعني كان عندي وجهه نظر ان التغيير ده يبقى متاخر شويه او ان اللعيبه لما توقف على رجليها اكتر واختيار الاشخاص. انا ممكن اغير ان انا يعني انا عايز اشتغل يعني مستر فايل عايز اشتغل بطريقه اللي هي 4 4 2 صريح. لازم برضو الاشخاص اللي موجودين يكونوا مناسبين للطريقه دي. صحيح. يعني النهارده مجدي الشوط الاولاني لعيب رقم 10 وهو ما عندوش سرعات بدا يلعب على طرف من الاطراف فمردوده قل شويه. وجيرالدو لعيب بيلعب ناحيه اليمين اكتر راح ناحيه الشمال وجاي العكس. لو انا عايز اطبق ده اطبقه مع لعيبه مناسبه للشكل ده. مزبوط. وده مش عيب. هو انا ممكن النهارده خد بالك برضو من الحاجات الايجابيه اللي اتكلم فيها كابتن يوسف ان الراجل عمل حاجه ورجع فيها ما فيهاش مشكله. بس اللي جاي انا ممكن ابني على يعني مش هنقول اخطاء يعني المردود اللي ما اداناش قوي النهارده ممكن ابني عليه الفتره الجايه ان انا اختار اللعيبه المناسبه للطريقه 4 4 2 دي. نستاذنك نروح لكريم احمد ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ من ملعب المباراه. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكيد مهم مع الانطلاقه الاولى ومع الموسم الاستنسائي والفتره الكبيره جدا اللي فاتت، تدريبات ومجهود كبير جدا. اكيد طبعا من سعيدنا يكون معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، يعني فتره كبيره جدا كانت صعبه واللعيبه كانت متشوقه ان يكون في المستطيل الاخضر. النهارده عايز اتكلم بشكل عام على المباراه، مش هتكلم على الاداء لان يعني اكيد الفتره اللي فاتت على كل اللاعبين وعلى كل بطوله الدوري العام، لكن بشكل عام النهارده نقدر نقول اللعيبه ادت بشكل ايه ونقدر نقول كمان الفوز بيمثل ايه النهارده لعيبه النادي. الحمد لله طبعا، يعني تحيات الكابتن ايمن شوقي الاول ومبروك ولكل اللي معاه في الاستوديو، توفيق يا رب دايما ان شاء الله. طبعا يعني الحمد لله ده وضع طبيعي من حاله فتره غياب طويله جدا، مكسب مهم جدا جدا في البدايه، يمكن الى حد كبير يعني استحواذ كان موجود، كانت الفرص يعني في الشوط الاول مش على القدر بتاع الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني من بدايته كان في اصرار، ويمكن الراجل برضو قال لهم يعني مقبول الاستحواذ وكل حاجه في فتره الغياب ديت، لكن محتاجين شراسه اكتر من كده، محتاجين شغل على الجون اكتر من كده، محتاجين يبقى في فعاليه اكتر من كده. والحمد لله 4 مين ربنا وفقنا في الشوط الثاني. مكاسب بغض النظر عن النتيجه، مكاسب مش حمدي فتحي النهارده كمان، يعني برغم ان هو لعب مباراه سموحه ولعب مباراه الجونه، لكن تواجده ورجليه في الملعب كابتن سيد كمان محمد هاني وهدف رائع، يعني سرعه بديهه ورؤيه على طول شايف الجون طالع، مكاسب كتيره جدا من جانب اللعيبه الاحراز الاداء. صح، حمدي فتحي ما لعبش معانا خالص، خلي بالك مش خالص ماتشات خالص يعني، لكن تدريبه هايل جدا، هو شخص الى ابعد حد احترافي يعني، موجود على طول في دائره الاهتمام ودائره التركيز، موجود بشكل كويس قوي. ربنا سبحانه وتعالى كمان بيكافئه لان هو كمان بعد غياب طويل جدا جدا، لكن حالته الحمد لله كويس، ربنا يحفظه. يعني محمد هاني واحد من الاعمده المهمه جدا في الفرقه، ويمكن العالم كله دلوقتي على فكره الاطراف بقت مفاتيح فوز في العالم كله يعني، فمهم جدا يعني الموضوع ما بقاش حته باك رايت وباك ليفت، يعني بتتكلم دلوقتي عن دول اكنهم ناس ادوات مساعده جدا في الحته الهجوميه يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، يعني كان فوز مهم جدا زي ما قلت لك في البدايه، وكان فوز مهم جدا في ظل برضو يعني مش عايز اقول ظروف، لكن خصوصا الناحيه اللي قدام غيابات كتير جدا في الجناب طبعا يعني، لكن في النهايه برضو كلنا ثقه جامده جدا، ودايما الواحد بيقول للعيبه كده يعني احنا عندنا ثقه في كل الناس، مهم يبقى كمان انتوا كمان عندكم ثقه في نفسكم، وده مهم جدا الحمد لله. البرنامج التدريب بكره في تدريب، هنستعد ازاي للمباراه اللي جايه؟ الوقت خلاص مفيش وقت بقى يعني، كنا حاطين برنامج الفتره اللي فاتت كان اخره النهارده، هنقعد مع الراجل دلوقتي ويحط البرنامج اللي جاي، عندنا مباراه مع الانتاج برضه مباراه مهمه في يوم الجمعه اللي جايه، فان شاء الله الرحمن نديها بنفس الصوره ونديها بنفس الاداء، ويا ربنا يكرم باذن الله في المكسب. شكرا. كل الشكر التقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ مدير فوز مهم وكان مطلوب طبعا الانطلاقه، زي ما قلنا مش هنتكلم على اداء مش هنتكلم على التكتيك، لكن هنتكلم بشكل كبير جدا على الثلاث نقاط الاولى اللي دخل جعبه النادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه مباراه الانتاج الحربي. عوده ليك يا كابتن ايمن وعوده للاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا كريم. نكمل يا كابتن عادل. عاد الناس خلصت كلامي، انا خلصت كلامي مش ناوي اروح كمل يا كابتن. كابتن محمد يوسف هو مركب مكاسب مكاسب ماتش النهارده للنادي الاهلي. مكاسب ماتش النهارده انا شايف طبعا اول حاجه واول نقطه هي الثلاث نقاط طبعا، لان انت بتواصل المشوار الدوري، والنادي الاهلي دائما بيلعب على نقاط يعني، فطبعا الثلاث نقاط دول اهم حاجه. نيجي بقى للناحيه البدنيه والفنيه،
بالنسبه لفايلر، انا عجبني بالمناسبه كمان رد فايلر في السؤال بتاع المؤتمر الصحفي، انا لازم انوه الرد ده رد يدي انطباع ان الراجل ده ايجابي. المدرب لازم يبقى ايجابي مهما تصعبت عليه الظروف ومهما تصعبت عليه الاجواء جوه الفرقه او الاجواء المفروضه عليه، عنده غيابات عمليات وايقافات بسبب رمضان مثلا والتعاقد والكلام بتاع الاعاره بتاعته، يعني عنده وفي لعيبه بعدت زي كهربا وزي عاشور وزي فتحي. المهم يعني في النهايه هو قال رد منطقي جدا وايجابي جدا يبين شخصيه الراجل، ودي مهمه جدا لانها بتدي رسائل للعيبه، اللعيبه بتاعتك بتشوف ردودك وبتشوف تصريحاتك. فلما يقول له انا بشتغل بالمتاح عندي وبفكر كل تركيزي مع المتاح، ده معناه ان هو عنده ثقه في كل اللعيبه اللي هي موجوده، وبالتالي بيدي دوافع للعيب، فده عجبني. النقطه الثانيه كمان اللي من اجابات بقى النهارده، واحد الحته البدنيه انا شايف انها كبدايه مميزه مش وحش، أو لا كويسه طبعا. جدا انه بتكمل بتحرز هدف في اخر دقيقه في الوقت بدل الظاهر، فدي معناها ان لعيبتك قادره، لو لعيبتك مش قادره كانت هتبدا تنكمش وتبدا تنزل زون وتبدا امبي هو اللي بيهجم عليك وبعد كده تطلع 1-0 في النهايه، لكن بدنيا كمان واضح ان احنا اقوى من امبي الشوط الثاني مظبوط. فدي نقطه يعني من النقط اللي هي مهمه جدا. النقطه كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيها هي التغييرات. التغييرات انا شايف من وجهه نظري ان فايلر ادى الباور وادى الانتعاش لفريقه من خلال التغييرات، بمعنى انه نزول حمدي فتحي مع اليو باديو ادى التحرر شويه. ليه؟ لان حمدي رجله بتاخده لقدام شويه اكتر من ديانج، يعني عنده جرأه شويه وبيروح. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان وليد سليمان لما نزل بعديها محمود وحيد في النهايه، بس يمكن وليد ما خدش المساحه الكافيه، ما لحقش يدي المردود قوي اللي المفروض يديه. لكن انا التغييرات انتعشت الفرقه، خلت الفرقه بقت مستحوذه وبتشتغل بسهوله وكده، في نفس الوقت كمان ريح لعيبه هو ادرى اكيد اللعيبه دي، يعني ديانج مروان الناس دي ممكن تكون اجهدت قفشه، يعني التغييرات ادت راحه للعيبه مهمه جدا بعد فتره غياب طويل اللي انت ما تسيبوش 90 دقيقه. محمد هاني والهدف اللي احرزه النهارده ثقه كبيره، زي ما قال عادل. انا بس عايز اقول ان محمد هاني لعب 13 مباراه، خلي بالك محمد هاني مش ما لعبش كتير، محمد هاني لعب كتير، لكن دايما في مقارنه احمد فتحي، لكن انا بقول ان محمد هاني عنده امكانيات كويسه، عنده قدرات تؤهله ان هو يشتغل في الحته دي ويبقى متحمل المسؤوليه، وبالتالي النهارده ده مكسب انه يحرز هدف زي ده من السبرنت والاختراق الداخلي اللي عمله هايل. النقطه كمان اللي برضه عايز اقول حمدي فتحي النهارده بقى له فتره طويله قوي، فدي معناها ان الراجل واثق فيه، عنده ثقه عاليه فيه، ما لعبوش اي ماتشات وديه، حمدي كان عنده ظروف والاصابه وكورونا وكده، لكن النهارده بيديله 30 دقيقه وادى بصوره كويسه. ليه؟ ما هو اصل خلي بالك يا كابتن، اللاعب احنا كلنا كنا لعيب الكوره، طالما المدرب خدت منه ثقه انت بتشعر المدرب واثق فيك ولا لا، فبالتالي بتعليك بتلعب وتشتغل. ليه؟ لان المدرب واثق فيا ومديني، بدليل انه كل الفتره دي اول ما خف اول ماتش رسمي راح حاطه معاه وراح مديله 30 دقيقه. فدي برضو من الايجابيات، لان حمدي هينفعك كويس جدا في الماتشات اللي هي اللي انت بتقول عليها بقى بتحضر للماتشات الكبيره او الماتشات اللي هي من العيار الثقيل. واضح ان فايلر عنده ثقه كبيره فيه وواثق فيه، بدليل انه ما لعبوش اي ماتشات قدام ولا حاجه، وراح النهارده وخرج قبل ماتش وبعدين منزله ايه؟ منزله النتيجه 0-0، يعني خلي بالك مش انا كاسب 3-0 مثلا وبديك تلت ساعه ولا ساعه تاخد احساس ملعب، لا ده انت نازل والنتيجه 0-0 وانا مطالب بالثلاث نقاط. صحيح. فالايجابيات النهارده كتيره جدا. هختم باخر واحده او اخر نقطه، وهي عدم وجود اي اصابات، لانه وارد جدا لا قدر الله كنت ممكن تطلع بمثلا خلفيه في حد ولا حاجه ولا اصابه في عضله ولا حاجه، لكن النهارده انا شايف خروجك بالمباراه بثلاث نقاط باعطاء ثقه اللعيبه، تسجيل محمد هاني، تسجيل علي معلول، الباكين بتوعك هم اللي جابوا الاجوان النهارده، عدم خروجك من غير اصابات، دي كلها ايجابيات كبيره جدا انا شايف ان ممكن يتبني عليها الفتره الجايه ان شاء الله. معانا عبر سكايب جيلبرتو، بنرحب بيك مره ثانيه جيلبرتو. مايسترو
ايه انطباعاتك عن مكسب النادي الاهلي النهارده؟ انا شايف ان نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي الفوز ده. امبي في الشوط الاول لعب عمليا ورا خط الكوره، ده صعب الامور للنادي الاهلي. امبي تقريبا ما هاجمش خالص الشوط الاول، لكن انا شايف ان في الشوط الثاني ان مدرب النادي الاهلي عمل التغييرات اللي بدخول وليد سليمان، ده ادى حركه ثانيه وديناميكيه للفريق وساعد الاهلي على الفوز. كلمني عن محمد هاني وعلي معلول اللي تسببوا في الهدفين بتوع فوز النادي الاهلي النهارده. Exatamente, eu penso que o Embu jogou praticamente recuado. E normalmente as equipas que jogam. النادي امبي لاعب متراجع في الملعب، وعادة الأندية اللي بتلعب دفاعيا فبتبقى عندها صعوبة دايما في الشوط الثاني على المحافظة على نفس التنظيم الدفاعي. وأنا شايف كمان إن كان في إرهاق لنادي امبي، لأن الشوط الأول كانوا شغالين دفاعيا وفي الشوط الثاني على أساس خبرة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي قدرت إن هو تخترق الدفاعات ديت وتحرز الهدفين. عايز اعرف ليه اتاخر المكسب للشوط الثاني النهارده؟ زي ما قلت نادي امبي في الشوط الاول دخل دفاعيا، ده صعب الامور لنادي الاهلي، وحتى بالدفاعيه نادي امبي نادي الاهلي قدر يخلق فرص للهجوم والوصول للمرمى. وشايف ان تنظيم الاهلي في الملعب قدر ان يساعد الاهلي انه يخترق الدفاعات امبي اللي ما قدرش يصمد كتير قدام الاهلي، لان فرقه الاهلي عندها كواليتي عاليه وعندها امكانيات كبيره. فانا شايف ان النادي الاهلي كسب الفوز مستحق للمباراه بطريقه لعبه اثناء المباراه. برغم الغيابات الكتير اللي في النادي الاهلي النهارده الا اننا ما حسيناش بالغيابات دي خالص ولا تاثيرها، بالعكس احنا حسينا كمان ان فتره التوقف الكبيره ديت ما اثرتش خالص على النادي الاهلي، وخصوصا بعد التحسن في المستوى الفني والبدني الشوط الثاني. Exatamente, eu penso que essa paragem de alguma forma também dificulta bocadinho aquilo que é o trabalho do treinador. بالضبط فترة التوقف ديت أظهرت شغل المدرب في الفترة ديت. وأنا شايف إن الأهلي في الشوط الأول دخل بقوة في المباراة، كان كأن اللاعبين ما كانوش متوقفين خالص، ودي حاجة إيجابية للفريق، ده بيبين فعلا شغل ممتاز على مستوى النادي ومستوى اللاعبين ومستوى المدرب. فدخول فعلا دخول الأبطال ده فريق داخل على الفوز، فانا بهني النادي الاهلي على الماتش اللي ادوه النهارده، لان هو مش سهل بعد فتره طويله من التوقف ان الاهلي يلعب بالصوره ديت، ده بيبين فعلا ان اللاعبين محترفين. وكمان اكيد شغل الاداره طبعا اللي قدرت تحفز اللاعبين ان هم دايما يحافظوا على مستواهم. في الفتره اللي جايه النادي الاهلي عنده كل ثلاث ايام مباراه، هل الفترة اللي جاية دي هتشهد تحسن في المستوى ولا هنلاقي تأثر في المستوى الفني والبدني والإجهاد من كتر المباريات المتتالية؟ أنا شايف إن هيكون في أداء أحسن للاعبين، لأن الأمور تبقى أسهل أثناء اللعب، لأن التمرين مش بيحدد زي اللعب، إنما اللعب محتاج الماتشات دايما. وأنا شايف إن الماتش ده
بين فعلا امكانيات اللاعبين، وشايف كمان ماتش يوم 14 هيبقى احسن كمان من ماتش النهارده. شايف ان هم هيقدروا يعملوا احسن ما عندهم عشان يحصدوا ثلاث نقاط تانيين. عارفين كلنا ان علي معلول ورقه رابحه من اوراق النادي الاهلي، خصوصا من ناحيه الشمال. هو كان بيلعب في نفس المكان بتاعك، فانت شفت ازاي تاثر علي معلول بالغياب الكبير الشوط الاول والشوط الثاني. أنا أتكلم بصراحة، لما شفت الشوط الأول أنا عجبتني طريقة لعب الباك ليفت، وأنا شايف إنه فعلا لعب كويس. أنا بس رأس الحربة ما استغلش العرضيات اللي كان بيعملها له. هو عنده إمكانيات ولازم يكمل عليها دايما. اللي شفته إنه فعلا لعيب له مستقبل كبير وعنده إمكانيات عالية. بنشكرك ألف شكر، ولقاءات أخرى إن شاء الله في مباراة الأهلي القادمة. كابتن هاني، عايزين نتكلم على تحركات رصاصات الحربة في النادي الأهلي النهاردة خلال الشوطين، مروان محسن الشوط الأولاني والشوط الثاني أليو باجي. مروان طبعا بدأ المباراة النهاردة ما جالوش حاجة كتيرة يا كابتن أيمن. أنا كفرويد لما تيجي تقيمني لازم قصدك عرضيات بينيه، سروهات، انفرادات. يعني هو الكور اللي جات له كلها النهارده يعني ما ضيعش انفراد مثلا، ما ضيعش حاجه مثلا في السكس يارده، يعني كل الحاجات اللي جات له حاجات متطرفه بره ال 18، يعني بره السكس يارد. انا كمدرب مثلا او انا كراجل بشوف الفرويد بتاع الاسترايكر بتاعي لازم ان انا اقيمه لما بيجي له كام فرصه بيجيب منها كام هدف او بيضيع منها كام واحده. الشوط الاول ما فيش فرص يعني. ما فيش يا كابتن، ما فيش. عشان كده بالظبط بالظبط. حتى التغييره اللي نزلت برده اللي هو باجي نزل برده ما جالوش حاجه. يعني الراجل يعني جاله في واحده بس طولت منه. يعني برضه ما فيش حاجات يا كابتن يعني اللي هي ايه ان انت تقدر تقول ان انت ضيعت. هو بس هو ايمن اشرف مثلا اللي جاله واحده هدا على 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 دماغه، كان ممكن دي سهله، كانت هي تيجي جون. كان مجدي قفشه هي دي الكور اللي جت، لكن بالنسبه للفراوده بتوعنا ما فيش حاجه جات لهم النهارده عشان نقدر ان احنا نقيم الاداء بتاعهم. بس انا فيها كابتن، بس بمناسبه جيلبرتو، طبعا جيلبرتو كان لعيب محترم جدا ولعيب انا لعبت معاه وكان على خلق وكان يعني لعيب نموذج فعلا، لعيب من اللعيبه اللي الواحد اتشرف ان هو لعب معاها. النهارده افتكرت كده الناس الباكات ليفت اللي جت النادي الاهلي النهارده، موجود علي معلول. الراجل النهارده بالجول اللي جابه ده يبقى اربع اهداف، يعني الراجل دخل مع الناس اللي هي الهدافين في 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 الفرقه. النهارده الراجل صنع ست جوال، يعني دي حاجه برده تتحسب له. عامل 19 فرصه. بمناسبه الجول بتاع علي معلول، شفتوه زيه قبل كده كتير من علي معلول كتير. معلول ماتش النجم الساحلي، النجم كان في الكوره برده بالظبط. فهو ربنا بيكافئه برضه، لان الراجل تعب. يعني حتى الشوط الاول هو تعب، هو بس التغييره اللي حصلت بتاعه جيراردو لما كان بيلعب قدامه فهي دي اللي كانت قافله عليه شويه. هو بطبيعه علي معلول بيبقى عايز اريحيه في ان هو يتقدم كتير. حتى لما هو تغيرنا بالظبط تحرك يعني على الشاشه اهو، فهو بيحب يبقى في قدامه مساحه ان هو يقدر يتحرك فيها. وانا شايف ان هو من اللعيبه اللي هو ممكن تستخدمه في اي مكان في الملعب، يمكن يعني المساحات اتفتحت شويه الشوط الثاني. بالظبط بالظبط، هو الشغل كله في الشوط الثاني، لان انبي خلاص استسلم وتعب، لان باين عليهم فعلا ان هم مش عايز اقول محملين، بس باين عليهم ان هم يعني عليهم ضغط كبير ان هم برده بيلعبوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي برده متصدر الدوري، فالموضوع بالنسبه له كان صعب. فطبعا النهارده عايز ابارك طبعا اخر حاجه طبعا للنادي الاهلي والفوز ال 18 النهارده المتتالي. فبالتوفيق ان شاء الله في المباريات اللي جايه. عندنا الانتاج، بعد كده اسوان، بعد كده الزمالك، فان شاء الله باذن الله في خلال كل ده في خلال 10 ايام. فاتمنى ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات، واتمنى باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بنكسب باذن الله. ان شاء الله هنروح فاصل ونرجع لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا فلافيو وسكاي
تقريبا. فلافيو شفت مكسب النادي الاهلي ازاي النهارده؟ ما شفتش الماتش. طيب شكرا وهنرجع مره ثانيه لفلافيو. يبدو الاتصال انقطع. كابتن علاء انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا الشوط الاولاني وانا يمكن ما كنتش مقتنع بيها شويه. لما انت لما كلمتني على موضوع المستوى الفني وانا ما يهمنيش المستوى البدني دلوقتي. طيب ممكن نتكلم فيها بشمول واوسع من اللي اتكلمنا بيها بالمباراه. ماشي مش مقتنع بيها دي انا هعديها. ماشي ثانيه. لو 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 جبت ملخص المباراه وجبت ملخص بتاع كلام كلنا احنا اربعه كده وانت كنت داخل معاهم حديث تعرف ان هي دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها ودي النقطه اللي انا قصدها. اتكلمنا قلنا مصطفى ما عاش مشوط وديه كتير لان هو متاكد من الحاله الفنيه بتاعت لعبته. النهارده هو عامل تغيير حمدي فتحي. حمدي فتحي هاني قال لك بقى له 100 يوم ما بلعبش كوره. ما لعبش ولا دقيقه في الماتشات الوديه، لكن هو راجل متاكد من حاجه فنيا هو كويس. هو بيعتمد على دي، واضح من طريقه كلامه حتى في المؤتمر لما كان النقطه اللي اتكلم عليها يوسف قال لك انا دايما بتعامل مع اللعيبه اللي معايا، بس هو عارف بيتعامل مع مين. مهم قوي تبقى عندك لعيبه كتير قوي بس انت متاكد من الحاله الفنيه بتاعت لعيبتك، وهو اداله الوقت المناسب ليه بالظبط. وكان على فكره مش وقت لا نص ساعه لا, لا وكان صفر صفر على صفر. انا مش بتكلم على حمدي كحمدي، انا بتكلم على كمثال. انا عندي ثقه ان الراجل ده فنيا لما يلعب 30 دقيقه دي وبدنيا ما عندوش مشكله يلعب. الحته الفنيه ايمن بتوفر كتير جدا المجهود. انت ممكن تجري كتير جدا بس انت لازم تجري عشان انت فنيا ما عندكش الملكه دي، مش تالنت. لكن واحد عنده المهاره وواحد عنده موهبه مش محتاج جري كتير. مش جاي بقول لك هات اللعيب اللي هو التالنت ده وما يتمرنش شهر ويديله كره وهيوقف ويجري، هات بقى واحد اللي هو بتاع جري وما ينزلش ملعب شهر، هيجري بالظبط معاك 3 4 دقايق وهتحس ان هو اتاثر بدنيا. بس الحته الفنيه محتاجه بدني برضه. ماشي، لكن انا على فكره الاثنين مهمين جدا طبعا، لكن انا بقول لك لما تبقى فنيا انت كويس انت بتساعدني انا كمدرب ان انا ما بقاش عندي مشكله قوي في الحته البدنيه، انما انا يبقى كل همي ان انا عايز اوصلك 90% بدني عشان انت فنيا مش قوي قوي، هي دي المشكله. عشان كده النهارده بقول لك النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله النهارده بدنيا، البدني هيجي. ما كان بيتكلم عادل مع المباريات دقائق لياقه المباريات او فورمه المباريات هتيجي، لكن فورمتك انت الفرديه او انت اللعيب نفسه لا ما فيش فيها مشكله النهارده. اتفضل كابتن عادل. نبص للدقيقه 80، دي الدقيقه 80 بص الاهلي كان بيضغط منين؟ بيضغط عالي، كان في ضغط عالي من الدقيقه 80 مش متاثر بالنفس بدني خالص. انا بقول لك هو بدني يعني النهارده من المكاسب كمان يا ايمن كان محمد اتكلم فيها وعادل ان انت شكلك البدني نهايه المباراه مطمئن جدا على فكره. بص يا كابتن عادل الضغط من هنا دي حاله صعبه جدا، وخد بالك في حمل زايد في حاجه احنا يعني برضو ما اتكلمنا فيها بس ما استفدناش فيها قوي، انك بتلعب فرقه طول الوقت بتدافع صح. فده بيديك مجهود اعلى صح. مضاعف عن ان انت بتلعب فرقه بجيم مفتوح. لو جيم مفتوح انت مستني يعني تشتغل بالكوره وعارف انت هتشتغل ازاي، لكن طول الوقت فرقه ام بي موجوده في الثلث الاخير، فده بيديك مجهود مضاعف، مجهود بدني وذهني. خلي بالك طبعًا. ذهنيا طبعًا. صعب جدا طبعًا. انت ممكن تبقى بدني الكره تمشي كل حاجه، ولكن مش قادر تاخد قرار انك ترمي ثرو مثلا لحته معينه او تعمل كروس في بشكل كويس، فدي صعبه. خلي بالك احنا برضو النادي الاهلي هيرجع على ماتشات كل الفرق مش عايز تكسب، مش عايز تخسر مش عايز تفقد النقط. الفتره الجايه في فرق كتير بتنافس على الهبوط، الفتره الجايه في ناس كتير، فرق كتير منها ام بي ان هو خايف ان تعاقب المباريات ينزلوا في الجدول. ده بالعكس دول عايزين يلموا بنقط بالظبط. الدور الثاني صعب، انك تعمل مجهود كده في البدايه ده صعب، فدي برده من مكاسب المباراه. ودي خد بالك برده حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده قبل ما قبل الكورونا واتعملت في الماتشات الوديه برده وبتتعمل دلوقتي. ان هو حاجتين بنشتغل عليهم، انك لما تفقد الكره تحاول تجيبها تاني في اسرع وقت، ودي حاجه مهمه جدا. في نقطه برده انك يبقى عندك كثافه عدديه طول الوقت. النهارده بالرغم من ان احنا فنيا مش احسن حاجه طبعا، ولكن في تواجد طول الوقت جوه ال 18، في عدد كبير جدا. النهارده كنت بتكلم في الباكين موجودين ومعاهم الاربع لاعبين الخط الامامي موجودين ومعاهم لعيب نص ملعب، بتتكلم في 7 لاعيبه موجودين في الثلث الاخير. ما كانش كمان بيدخل كمان في كور الثابته بيبقى في 8 ده احنا شفناهم كمان في نهايه المباراه بيكملوا في نهايه المباراه. ان انت طول الوقت دي من الحاجات اللي المدرب اللي بيزرعها. في مدرب زي كابتن يوسف اتكلم في حته
ان ممكن مدرب يقول لك ارجع انا خلاص بدنيا مش قادر او ان انا بدنيا مش فاجهز حاجه فارجع العب 50 متر او 60 متر اوف زون والفرقه واستنى الفرقه والعب على الهجمه المرتده. لا هو الراجل كمل بدليل ان الاهلي جاب جول في الدقيقه الاخيره وفي فرص اتعملت برضو طبعا. في الدقيقه الاخيره ففي شراهه ده كان فايق الشوط الثاني النادي الاهلي ما هو يعني فايق ان خد بالك برضو البدايه حتى المباريات انت بتتدرج جوه المباراه يعني في التدريج بيجي على المباريات وتدريج جوه المباراه انت ممكن المباراه تبدا مش باحسن شكل ولكن مع الوقت انت بدنيا عندك ثبات بتكمل المباراه بشكل كويس والفرق الفرقه الثانيه بتتراجع فده بطبيعي ان بيحصل فارق بقى في المباراه ده تقدر تستغله لو انت قدرت تسجل ومع الوقت هتلاقيك مباراه على مباراه بدنيا بتعلى جدا والكلام الكابتن فيه الكابتن علاء ان فنيا هو اللي بيظهر وده احنا قلنا برده قبل المباراه كلنا اتكلمنا فيه ان انت ممكن وانت فنيا تقدر توظف نفسك بدنيا ولكن انت ممكن تكون بدنيا عالي جدا لكن ما بتفكرش او ما يعني مش خططيا ضعيف عارف يا عادل من غير قطع كلامك مش ملتزم تكتيكيا او خططيا لان كل ما بتبقى ملتزم خططيا لعيبه الاهلي ملتزمين خططيا اللقطه اللي جاها فيها الضغط واللي بدي راح على حارس المرمى مين طلع على المساك راح طلع قفشه راح ضغط على المساك ضغط عليه كان موجود الاول كان موجود اول في الديفندر وبعد كده راح طلع على المساك راح طالع ده التزام خططي لو 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 ما فيش التزام خططي قفشه ما كانش هيروح يضغط مين اللي هيروح يضغط بعد ما راح ضغط على هي اللقطه هي. ايوه اهي قفشه بص دي بص الي وبادجي هنا بس وقف هنا وقف الي وبادجي راح ملاعب لمين لاعب ليه المساك بص هنا قفشه ماشي ترحيلك ماشي شويه الكره مع حارس المرمى مش كره مع مدافع ايوه راح ضاغط على اسامه بص واللي وراه كمان قفلوا 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 المربع اللي فيه الكوره الالتزام اللي انا عايز اوصل ليه اكمل كلام كابتن علاء والكابتن عادل وهو ان الالتزام الخططي الالتزام الخططي بيوفر عليك في البدني لو انا فرقه صحيح. مش ملتزمه خططيا صحيح. وما اشتغلتش خططي كتير هتبص تلاقيني عمال اجري لازم اجري اجري بتحرق. اجري اجري بتحرق مجهود على الفاضي برافو عليك بتحرق مجهود على الفاضي والحاجه اللي بتتعمل 10 متر 10 متر 10 متر هتبص ليك بتجري 30 و40 وتتضرب يعني هنا لو مش ضاغطين صح صح الهجمه هتتضرب كل الجاريه ده بدني عمال تحرق بدني بالزبط. ومفيش بالزبط. فالخططي ولذلك مثلا هدي مثال بيب جوارديولا بيعمل ايه من اول يوم بيشتغل خططي على طول خططي يقول لك ما فيش حاجه عندي اسمها بدني والكلام ده انا بعمل البدني من خلال الخططي بتاعي بيشتغل ليه خططي بقى؟ ها ليه؟ لانه معاه لعيبه عاديه بتفكر انا اتكلمت فيه في الاول ان هو اقتنعت بعد كده مش مقتنع بيه انت اقتنعت بعد كده استاذ عشمال مش مقتنع بيه ليه بقى عشان هو عند عارف النوعيه اللي عنده محمد عارف طبعا عنده لعيبه عاليه مش محتاج ما هو عارف بيعمل ايه مش محتاج نوع البدن لا طب ما انا زي ما كان عادل قال وانت بتتكلم دلوقتي من خلال الخطط والشغل الكره البدن هي الالتزام بيدي بالظبط هو كان قصدي انا كان قصدي ساعتها لا 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 انت قصدك الفني لا والله الفني من غير بدني انت ما كنتش لا لا انت مش مقتنع انت مش مقتنع مش مقتنع انا صدمت فيك سمعتها بس انا صدمت فيك بجد لا هي بص في حاجه تاني هي مثلث مثلا يعني هدي مثال مثلا انت بتروح تمسك فرقه مثلا فانت لازم تحلل الفرقه دي هل الفرقه دي مهاريا زي ما الكابتن علاء بيقول لك بقى فنيا قليلين اللعيبه قليلين فهبدا انا اعمل ايه هم فنيا قليلين هبدا اشتغل بدني عشان البدني هعرف احسنه لكن لو هم فنيا عاليين مدربين كتير جدا بيشتغل على اتجاه غلط قصدك يعني ما علينا ما بيحللش الفرقه مدربين كتير جدا هو بس هو كمان بيفرض طريقته يا محمد يعني هو بيفرض طريقته الا الانديه الكبيره اللي بتلعب دايما على 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 البطولات انت فاهمني لكن هو بيروح يقول لك انا اهم حاجه عندي المبدا انا مش عايز اخسر فمش هتخسر ازاي بالشغل انت قلت هيبقى بدني بدني اديني بدني بدني وتقفل وتروح وتيجي وكسبت بهجمه مرتده ولا حاجه جميل لكن ما بيفكرش في حاجه ما بيتعبش نفسه ما بيتعبش نفسه ما بيتعبش نفسه في حاجه كمان نقطه كمان بتبين حته الضغط اللي حصل في الاخر ايه ان لعيبه النادي الاهلي مش اللعيبه المتعوده اللي هي تعمل تراجع وتستناك هم دايما بيلعبوا على مكسب 1-0 بالنسبه لي مش حاجه مش مطمئنه كره القدم ما تضمنش فيها حاجه مزبوط. فانا ليه استنى وامن نفسي طب ما انا اعمل عايز اجيب الثاني نتكلم عليه يوسف وعادل دلوقتي طب ما اعمل الضغط اللي حصل ده صحيح برضه حاسس لعيبه انبي ان انا لا انا عايز اكسب مباراه ودي دي ما حدش بيعلمها لعيبه النادي الاهلي طبعا دي حضرتك في النادي الاهلي اول ما تدخل موجود بالزبط. موجوده انك انت بتلعب على مكسب لاخر دقيقه ودايما يقول لك النادي الاهلي لحد الدقيقه 95 ما تامنش المباراه هو عشان عنده الحته دي
معانا المحاضرنا الدولي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل الكوكبه الجميله اللي موجوده كابتن محمد وكابتن ديما. يوم الجمعه مع الانتاج الحربي كابتن عالمي هو مباراه تبقى اصعب من دي. اصعب من دي لان فريق الانتاج هيدافع بطريقه مش طبيعيه. عارف الفروقات الكبيره قوي بين النادي الاهلي وفريق الانتاج خصوصا بعد حاله الكورونا اللي جت فريق الانتاج ربنا يشفيهم كلهم طبعا. فهتلاقي الامور بالنسبه لهم صعبه جدا. غياب كابتن مختار برضو هياثر شويه لكن كان موجود كابتن مجدي عبد العاطي. لكن المباراه مش هتبقى سهله. لعيبه النادي لازم يعرفوا كده. والنهارده كانت خطوه انا من يعني من وجهه نظري خطوه ايجابيه وخطوه كبيره جدا. مباراه مفيش فيها اخطاء مفيش فيها اصابات الحمد لله. ثلاث نقاط مهمين جدا. ما النهارده اليوم كله النهارده عدى بالنسبه لجماهير النادي الاهلي والاداره الفنيه واللعيبه الحمد لله كل حاجه عدت تمام. كان بتفق مع عادل وهاني ومحمد ان النهارده كان المهم تخرج انت الى حد كبير مطمن على حاله لعيبتك وان ما فيش اصابات ودي اهم حاجه لان المباراه كل ثلاث ايام مباراه دي صعبه جدا. مش عايز حته الاصابات لانك عندك الهدف الاكبر. انت عايز لعيبتك توصل ان شاء الله لمباراه افريقيا فنيا بدنيا مش عاد ما عندكش اصابات ما عندكش مشاكل. لكن اللي انا متاكد منه ان هيبدا التحضير خلاص من بكره للانتاج الحربي ان المباراه مش سهله. فريق برضه هتلاقيه بيدافع وبيقفل كتير جدا وبيلعب على هجمه مرتده. لازم نفس التفكير تبع ثلاث نقاط ضغط من الاول بتدور على المساحات لحد ما تحرز الهدف الاول. ويمكن احنا بس اتفقنا كلنا حتى النادي الاهلي بعد احراز الهدف الاول وثلاث نقاط تقريبا كانوا مضمونين لكن نفس الشكل ونفس الاداء ونفس الضغط وعايز يجيب الهدف الثاني لان لحد ما احرزوا الهدف الثاني. بالنسبه لنا النهارده اليوم الحمد لله عدى على لعيبه النادي الاهلي كلها الحمد لله تمام. على جماهير مبروك مفيش اصابات الحمد لله ودي اهم حاجه. انا اهم حاجه عندي النهارده مفيش اصابات وثلاث نقاط مهمين جدا. مباراة قادمة صعبة اعتقد ان هيفكروا فيها من بكره. عايز تقول يا محمد؟ لا قول قول ها؟ لا قول لو عايز تقول حاجة قول. عايز اقول ان الانتاج الحربي مشابه شوية للامبي يعني احنا قلنا واكثر دفاعيا كمان. يعني امبي مثلا كنا قايلين داخل فيه 18 بهدف وجايب 18 هدف. الانتاج برضو 15 و15 ولكن خلي بالك كان عنده مشكلة الفترة الأخيرة طبعا يعني عشان بالظبط ومنهم 11 واحد اساسي توقفوا عن التدريب لفتره ثم استأنفوا عملوا مباراه وديه من اربع ايام. ظروف مش طبيعيه. أيوة. ظروف مش طبيعيه. لكن طبعا احنا خلينا نقول ناكد على كلام الكابتن علاء في حته ايه ان اي فريق بيجي قدام النادي الاهلي معنويات بتعلى 30-40% التنظيم بيعلى الروح الحاجات دي كلها بتبقى حافز ودوافع جامده جدا عند ايه عند الفريق. فمهمة جدا المباراة القادمة. كابتن مختار طبعا أكيد هيدي تعليماته وأكيد هو ممكن مش هيتواجد لكن أكيد هيبقى مدي تعليماته ومدي كل الواجبات الفنية للفريق. فهتبقى مباراة صعبة يعني ولابد النادي الأهلي هنشوف فايلر بقى هل هيدور هل هيغير في التشكيل اللي هيبدأ بيه هل هيأكد على الناس اللي بدأ بيها المباراة النهاردة يعني. كابتن عادل لا مباراة صعبة طبعا مباراة الانتاج ولكن هيبقى فيه افضلية للنادي الاهلي لما تبقى داخل مباراة وانت لاعب مباراة قبل مباراة ازيد عن الخصم اللي بتلعبه بتبقى الامور احسن شوية بتبقى الامور فيها افضلية شوية. واعتقد لو النادي الاهلي بدأ بما نهى عليه النهاردة اعتقد الامور هتبقى احسن كمان ومباراة عن مباراة النادي الاهلي بيبقى سابق شوية الفرق التانية في التحضير. التمارين بتاعت الاهلي يعني فيها منافسة اقوى لان الاهلي عنده كم لعيبه كتير لما بتيجي تعمل تقسيمه جوه التمرين بتبقى حملها عالي شدتها عاليه شده اللعيبه اللي موجوده كلهم مستواهم عالي فالشده بتبقى عاليه فده بالنسبه ممكن يبقى زي مباراه وديه لفرق تانية. فان انت بالتمرين وان انت تبقى ساوي مباراه بتبقى شويه بدنيا ممكن تبقى اجهز في المباراه القادمه. واعتقد مباراه عن مباراه بتفرق هتلاقي النادي الاهلي اجهز من الفرق التانية مع الجانب الفني اللي اتكلمنا عليه ان يبقى فيه افضليه كمان الفترة الجاية وده يبقى تحضير ان شاء الله انك تخلص الدوري بدري بالزبط. وده مهم جدا بالزبط. عشان كمان تعرف في نهاية السيزون تعرف تدي اللعيبة اللي ما لعبتش بقى لها فترة صحيح. لو مستر فايلر مكمل يبقى عنده رؤية للناس كلها الناس اللي ما لعبتش تقدر تكمل ومش لازم ان انا اعمل ارقام قياسية جديدة لا محتاج ممكن اشوف اللعيبة اللي عندي. اعتقد لو الدوري اتحسن بدري هيبقى عندك بتتكلم في 7 أو 8 ماتشات انت محتاج يعني محتاج الماتشات دي عشان تشوف اللعيبه تقيم اللعيبه اللي موجوده عندك مين اللي هيبقى موجود معاك بعد كده مين البدائل في بطوله افريقيا. فان شاء الله تبقى المباراه اللي جايه دي تبقى حاجه كويسه. كابتن هاني
الفكره كلها يا كابتن ان احنا عارفين ان اي ماتش بالنسبه لاي فرقه في الدوري قصاد النادي الاهلي بيبقى ماتش حياه وموت. انا احنا يعني ايام ما احنا كنا بنلعب احنا كنا بنلعب النادي الاهلي بتبقى الماتش ده بالنسبه لك حاجه كبيره جدا، الناس كلها بتتفرج عليك، مصر كلها بتتفرج عليك، فطبيعي انت بتطلع كل المجهود اللي عندك علشان تثبت نفسك للناس ان انت لعيب كويس وان انت عاوز ان انت عايز تكسب النادي الاهلي طبعا. تاني حاجه احنا الانتاج الحربي النهارده عنده 23 بونت في المركز الثامن، يعني لو كسب لو هو كسب النادي الاهلي الماتش الجاي هيوصل للمركز الخامس اللي هو قبل سموحه، فبالنسبه له برده هو عنده طموح ان هو عايز يوصل للمربع الذهبي. لكن طبعا هي المشكله هتقابله ان هو هيلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي لسه خارج من مكسب النهارده، فالموضوع هيبقى صعب شويه. الكابتن مختار كلنا عارفين تفكيره وعارفين طريقه لعبه اللي بيلعب بيها، الراجل منظم جدا في الملعب، بيشتغل على الحمل البدني زي الكابتن حلمي، قريب من الكابتن حلمي شويه. فانا شايف ان هو الماتش هيبقى مباراه صعبه، لان مباراه الانتاج والنادي الاهلي دايما بيبقى فيها نديه، بيبقى فيها قوه، بيبقى فيها اثاره، اللعيبه كلها اللي بتبقى موجوده، انا لعبت هنا ولعبت هنا، الماتشات بتبقى فعلا مباراه قويه جدا. فطبعا النادي الاهلي زي ما قلنا ومفيش غيابات عنده النادي الاهلي الماتش الجاي لايمن اشرف، وان شاء الله باذن الله ياسر ابراهيم يكون كويس ويرجع ان شاء الله ويلحق، مع ان انا ما افضلش ان هو يلعب الماتش اللي جاي، لان طبعا انت عندك اسوان بعد كده، بعد كده عندك مباراه القمه مع النادي الزمالك. فانا شايف ان هو الناس اللي موجوده ممكن يدي للناس اللي موجوده، ممكن رامي ربيعه يرجع من الايقاف، ممكن ياخد، فعندك حلول كتيره ما شاء الله، اللعيبه كلها جاهزه، وكلنا شفنا الماتشات الوديه اللعيبه كلها فورم عاليه جدا. فان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه باذن الله زي ما قلنا اهم حاجه حته الاصابات دي، ان شاء الله ربنا يبعد عن اللعيبه كلها الاصابات، ونفضل مكملين ان شاء الله في الفوز، ونوصل باذن الله لماتش الزمالك، ونكون ان شاء الله باذن الله حسمنا الدوري ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده، بنشكر نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن علاء ميهوب الف شكر. شكرا يا شكرا كابتن عادل مصطفى الف شكر. شكرا كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن ايمن. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا كابتن. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلقاكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي. كل التحيه للكابتن ايمن شوقي، كل التحيه لضيوف الاستوديو التحليلي، وكل التحيه لمشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق انبي بهدفين مقابل لا شيء. بالمناسبه كانت اخر مواجهه جمعت ما بين النادي الاهلي ونادي انبي الموسم الماضي كانت انتهت ايضا بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي. كابتن حلمي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخالص تحيات الاستوديو التحليلي كابتن ايمن شوقي، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، الكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي. مباراه كبيره النهارده من النجوم العزاز على نفوسنا، وبقول لهم كل سنه طيبين ومنورين الشاشه ومنورين قناه النادي الاهلي. كابتن حلمي مش هقول جيم دفاعي، لا هو المباراه تنظيميا فريق انبي النهارده في ظل الغيابات، في ظل التاثر لغياب بعض اللاعبين، ولكن النهارده جيم منظم من الناحيه الدفاعيه، لكن النادي الاهلي يبقى دائما النادي الاهلي فريق كبير وفريق بينافس على البطوله. شوف هو وضع طبيعي على فكره المستوى، حتى كل الفرق اللي لعبت برضه لم تصل لمستوى جيد بعد، لان التوقف فتره طويله ده بيأثر بشكل كبير جدا بالسلب على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى كل الاصعده يعني. فيعني ما كانش ينفع ان انا العب غير كده، خصوصا عندي غيابات مؤثره زي محمد شريف مثلا مؤثر جدا، قعود مؤثر جدا، شكري، لا مجموعه كبيره جدا، بسام، عرفه، النهارده مشترك حوالي 4 لعيبه من قطاع الناشئين لاول مره. فيعني ده شيء انا متوقعه كمدير فني بعد الغياب الطويل ده عن المباريات، وفتره اعداد برضو ما كانتش هي يعني غير كافيه، يعني معقوله لكن غير كافيه. فبالتالي يعني انا يعني مش قلقان على فرقتي، اول ماتش بتلعبه قدام فرقه كبيره بحجم النادي الاهلي، فشيء جيد جدا ان انا اوصل للدقيقه حاجه و60 ولسه ما جاش فيها جول، او دقيقه 70 وما جاش فيها جول، دي حاجه كويسه. لجوال اخطاء فرديه بشكل كبير جدا جدا، وزي ما شفنا ريال مدريد اخطاءه عامله ازاي في الماتش اللي فات، فيعني العمليه دي وارده يعني.
لكن جود لك للنادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي، وانا بحيي لعيبتي على الجهد اللي عملوه قدام فريق كبير زي فريق النادي الاهلي. كابتن حلم، عايز اختم مع حضرتك، جرأة فنية تحسب للكابتن حلم طولان ان انا بلعب قدام النادي الاهلي وادفع بهذا الكم من اللاعبين الناشئين، ده امر يحسب للكابتن حلم طولان. طبعا احنا عندنا قطاع ناشئين قطاع جيد جدا وبتصرف عليه كويس قوي وبطلع لعيبة جيدة جدا، وبالتالي ضروري الولاد دول ياخدوا فرصة، وفي وجودي ضروري ياخدوا فرصة، وخصوصا ان احنا عندنا الجرأة ان احنا ندفع بيهم في مباراة كبيرة زي مباراة النادي الاهلي، فيعني هم لكن هم يستحقوا انهم ياخدوا الفرصة ديت وبالتالي ضروري ياخدوها. يعني الحين بنشكر حضرتك والتوفيق في المباراة القادمة بشهادة الله. شكر جدا، الف شكر. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقاءنا مع الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، اتكلم على المباراه وفوز النادي الاهلي على فريق انبي بهدفين مقابل لا شيء في المباراه المؤجله من الاسبوع الخامس عشر. مبروك للنادي الاهلي، نقول حظ اوفر لفريق انبي في المباراه القادمه باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزملائنا في الاستوديو التحليلي.